مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز أو سيدة أعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بتشيف الشيبة، صاحب مطعم طباخ الشيبة للمأكولات الكويتية. حيا إن شاء الله، يا هلا ويا مرحبا فيكم وشرفتونا ونور المكان. تسلم نورك يا شيف. الله يسلمك. شيف شيبة، حابين نعرف أكثر عن حضرتك وإمتى بدأت تأسيس المطعم؟ طبعا أنا متواجد في دولة الإمارات وبالأخص في أبو ظبي، صار لي 5 سنوات مقيم في أبو ظبي، وكنت موظف في أبو ظبي، وبعد الوظيفة تقريبا 2 سنين كنت أفكر مع الأيام أن أفتح بزنس خاص فيني أنا، فابتريت كذا إمارة في الإمارات. هني جيت إمارة رأس الخيمة، ويوم دخلت راس الخيمة عجبتني راس الخيمة. طبعا الإمارات كلها حلوة وكل أماكنها حلوة، ولكن بالأخص راس الخيمة عجبتني، ففكرت ودرست الموضوع ويعني قررت أني أفتح في راس الخيمة. ولله الحمد الحين صار لي تقريبا 6 إلى 7 شهور كنت شغال في الديكورات، والحين خلاص يعني نفس ما شفتي أنت بعيونك الله يسلمك الأيام المعدودة، الأيام الأخيرة حق افتتاح المطعم إن شاء الله. الله يسلمك، الله يحفظك، طول لي عمرك. شيف شيبة، حابين نقول للسادة المشاهدين عن ازاي قدرت ان انت تعمل مطبخ، وان انت بدأت ازاي بالطبخ هنا بالامارات او قبل الامارات؟ نعم، شوفي انا الطبخ اطبخ من يوم عمري 11 سنة. نعم. وهواية الطبخ عفوا يعني اتعلمتها من الوالدة، عرفتي؟ فيوم يأتي هنا أنا طبعاً بالكويت أطلع أوردرات، وخارج الكويت كان تين اتصالات ما اتصالات، وأطلع برا الكويت وأطبخ حق ناس برا الكويت في الخليج، وحتى في فرنسا يوم كنت رايح عندي فترة علاج، نعم، حق الخليجيين هناك كنت أطلع لهم، نعم، الطبخ ما الطبخ هناك. فيوم استغريت في الإمارات وبالتحديد في أبو ظبي، يوم كنت أدرس الوضع وشلون أفتح لي مصلحة ومصلحة والأمور هذا البزنس، شفت ان في راس الخيمه بالنسبه لي ان البزنس يكون يعني بالنسبه حق الاكل الكويتي يكون مرغوب اكثر، فقلت لازم افتح في راس الخيمه. والحمد لله درست الوضع، طلعت الامور جدا ممتازه وحلوه، وبلشت في راس الخيمه. ما شاء الله. نعم. شيف حابين نعرف طبعا ايه الخدمات اللي هيقدمها او المنتجات المطعم الخاص بيك. شوفي احنا مطعمنا تخصص الاكل الكويتي. نعم. الاكل الكويتي على اصوله، اكل امهاتنا اجدادنا قبل، اللي لما تفتحين راس الجدر كذي تشمين ريحه الاكل، شيء الخنينه الحلوه، عرفتي شلون؟ فالاكل الكويتي ان شاء الله راح يكون منيو كويتي عندي هنا، والطبخ طبعا مو الموظفين اللي عندي، لا الطبخ بنفسي انا اللي اطبخ. اي نعم، انا اللي اطبخ وانا اللي اقدم طبعا حق الزباين. وعندي المطبخ المغربي، الحين بتقولوا لي شلون ركبت المطبخ المغربي مع المطبخ الكويتي، ولكن اقول لك شوفي المطبخ المغربي كمان في دولة الامارات له زباينه، له الناس اللي تلذذ في كثير من اهل المغرب متواجدين هنا، في اهل الخليج، اهل الامارات بنفسهم يحبون الاكل المغربي، يعني في ناس تحب الاكل المغربي. فاضطريت اني افتح المطبخ المغربي، وما شاء الله جبت لي شيف، ما شاء الله الشيف نفس ما انا اقول لك اقدم اكل بيت، الشيف اللي معي شيف اسمه نفس الشيء ما شاء الله اكلها اكل بيوت. اي فضبط النشاطين الاكل المغربي والكويتي مع بعض. اكيد راح اوكلك انا ان شاء الله، انا تدري انت يعني، بس والله لو كل جاهز. الافتتاح شوفي الافتتاح بالنسبه لي انا كنت ابي افتح بسرع وقت، وان شاء الله الى الان اوعدكم ان خلال اسبوع او 10 ايام انا فاتح بشكل رسمي، ولكن الافتتاح الرسمي حددت يوم 25/26 فبراير مناسبة احتفالات دولة الكويت الحبيبة اللي هي الكويت أرضي طبعا وانت عارفة، والإمارات نفس الشيء بلادي اعتبرها، ماكو فرق بين الكويت والإمارات أو الخليج كله. ففكرت إن شاء الله بتاريخ 25 و26 فبراير، يعني يا 25 يا 26 يكون الافتتاح الرسمي حق مطعم طباخ الشيبة في رأس الخيمة إن شاء الله. الله يسلمك، الله يحفظك. شيف شيبة، طبعا في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالإمارات، حابين نعرف إزاي مطعم الخاص بك هيقدر يتميز إن شاء الله. شوفي طبعا أنا ما أقول كل المطاعم مش كويسة في الإمارات، أو مو بالأخص في الإمارات، في كل العالم، ولكن كل شخص لابد أن يكون له تميز،
والتميز يعتمد أول شيء بالنسبة لي أنا شعاري هني الموظفين كلهم لو تسألينهم الشعار الأساسي لي أول شيء النظافة. ثاني شيء جودة الأكل اللي تقدم حق الكستمر حق الزبون. وبعدين أنا مسوي هني عندي الطبخ لو تلاحظين الأجناب المطبخ هني عندي المطبخ مكشوف، يعني الزبون الكستمر أول ما يدخل من عند الباب يشوف المطبخ على طول في الوش، الزجاج موجود يقدر يوقف يقدر يشوف يقدر يطل يقدر يصور، يعني شيء الطبخ مسويه لايف ويقدم لكم لايف وكل شيء. فالتمييز راح يكون أول شيء طبعا في النظافة، في طعم الأكل، في ريحة الأكل، في طريقة التقديم الأكل. فهذا الشيء لابد إنه، ولكن أنت إذا بتقولي لي كمطابخ كويتية أو مطابخ آسيوية أو أي شيء كان أي نشاط كان لابد أن التميز يكون موجود. أما أنا عندي مشبوس زياي، عندي مطبق زبيدي، مطاعم ثانية عندهم مشبوس زياي، عندهم مطبق زبيدي، عندهم نفس المنيو اللي أنا عندي، ولكن الواحد لما إيه يقول والله اليوم أنا مشتي أكل من طباخ الشيبة، فلما بيأكل لابد أن يأكل شيء مميز عشان إذا كلا عندي لما يطلع الكاستمر يرجع لي ثاني وثالث ورابع وعاشر. لازم 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 عرفتي، لابد أن تكون مميز. شوفي إحنا يا نكون على نفس المستوى اللي رضا الكاستمر يكون راضي عليه، يا نرتفع أكثر المستوى، ولكن نهبط لا يمكن عند الشيبة. يعطيك نفس الليمت نفس الشيء تاكل في كل اوقاتك، تاكل نفس الشيء يا اطلع لك فوق احلى يكون الطعم، ولكن كانزل لا يمكن لا يمكن عندي هالشيء هذا. ما شاء الله النظافه طبعا مش محتاجين نتكلم عليها، انا دخلت ما شاء الله مبارك الحمد لله، يعني المطبخ وكل حاجه والديكوريشن ما شاء الله الحمد لله. شوفي المطبخ انا عامله ما شاء الله تبارك الرحمن مطبخ على قولتهم ملعب كرة كبير، لأن أنا أتنقل وأحب، أنا من النوع اللي أحب أتنقل في المطبخ يمين يسار أروح أطل، يعني تلقيني وأنا أطبخ أخلص أدش المطبخ فجأة الناحية الثانية عرفتي القسم الثاني. فلا بد أن يعني النظافة لازم، يعني أنت لما تدشين تأكلين مع العائلة هني أو مع عيالك أو مع صاحباتك لا بد أن أول ما تدشين أول شيء المكان يفتح النفس، ثاني شيء تشوفين النظافة، شوفين النظافة، يعني النظافة إذا ما شفتيها في المطعم أول ما تدشين والاستقبال الحلو والابتسامة الحلوة حق الكاستمر، هذا أنا ما أسميه يعني ليش أفتح بزنس وأتعب وكذا، هذا ليش أفتح؟ ما أفتح أكون على قاعد بمكاني ولا أفتح بزنس ولا شيء، لأن البزنس كل واحد يقدر يفتح، كل واحد يقدر يأخذ من البنك ويفتح له بزنس ويسوي هذا، ولكن أنت لا تفكرين في الافتتاح، أنت فكري بعد ما تستقبلين زباينك التيم اللي معاك، لأن الأكل هذا شيء صعب، ترى الأكل يعني أصعب بزنس أنا أشوفه بالنسبة لي، يعني مو أي شيء تروح توكل الزباين، لابد أن في شغلات مميزة توكل الزباين، لابد أن النظافة، لابد أن الطعم، هذا شيء. الشيء الثاني أنا عندي مثلا خلقات خاصة فيني، لما سألتيني على التمييز البهارات أنا أخلطها بنفسي، يعني البهارات أنا مسوي لي نفس ما تقولين مختبر صغير في البيت في المطبخ على جنب. كنت الخاص بالشيف. أي هذه اللمسات على قولتهم الخاصة. كنت أخلط البهارات وأطبخ طبق الدجاج مثلا اليوم وأردي حق الوالدة أقول لها أكلي يمها إيش رايك بالطعم، تأكل تقول لا هذا في مرورة، لا هذا الفلفل في زيادة، لا أروح يوم الثاني أسوي. لين لله الحمد قعدت تقريبا 4-5 شهور أخلط بالبهارات لين طلعت في بهارات مميزة، يعني الحين بالنسبة حق بناتنا الصغار اللي بيتزوجون الأمور هذه تلقيه ما تعرف اسم البهار. أنا ما أقول الكل عشان لا أحد يقول أنت قلت الكل، لا أنا ما أدم في الكل، بعض البنات ما يعرفون شنو نوع البهار أو ما البهار، أنا سويت لها الحين باختصار بالنسبة حق البحري كله نوع واحد بهار، شيل وتحب وتأكل البحري. بالنسبة حق الدياي واللحم، الدياي واللحم بدل ما تحط هذا نوع وهذا نوع سويته نوع واحد. نعم حق الحشو اللي هم أهل الإمارات أو بعض أهل الخليج يسمونه الكشنة الحشو، هذا سويته نوع واحد، عرفتي؟ يعني قسمت أنواع بهاراتي يعني 4 أنواع إلى 5 أنواع في لمسة واحدة. تحطينه تبي تاكلين برياني، هذا بهار البرياني، تشيلين منه شوية تحطينه وتاكلين البهار هذا. فاختصرت عليهم في كثير من الأمور، ولكن الحمد لله
تميزنا بالطعم، تميزنا في النظافة، تميزنا في الصحون اللي نقدمها للكستمر. حتى الصحون أنا ترى جايبها من الكويت. ما شاء الله. إيه جايب جذور حلوة كذي. أتذكر. نتكلم على شكل الديكور من برا بالكويت. شوفي الديكور من برا كثير من الناس عبالهم إن البوابة بوابة مغربية. هي الأساس مو بوابة مغربية. هي الأساس بوابة قصر السيف قبل 104 سنين. مكتوب عليها من فوق بسم الله الرحمن الرحيم لو دامت غيرك ما اتصلت إليك. هذه البوابة يبنى صورتها أنا وأخوي وشريكي أخوي عبد الله شحي، أوجه له التحية أقول له يا عبد الله ما شاء الله بوابتك الكل يتكلم عليها. فالبوابة بوابة مميزة، والبوابة هذه طبعا لفتت أنظار كثير من الناس. كثير من الناس كانوا يقولون عبالهم بوابة مغربية، لا لما أقعد وفاهم يقول والله، أقول لهم والله هذه البوابة كذا كذا في قصر السيف عندنا في الكويت. وبعدين حتى الصورة بعدين إن شاء الله بعد اللقاء راح أوريك الصورة. الصورة تشوفينها وتشوفين البوابة هي هي كوبي كوبي. ما كبر، إحنا تعبنا على البوابة 3 شهور نشتغل بس بالبوابة، بس في البوابة هذه. والحمد لله بوابة قصر السيف في الكويت عندنا قديم. ما شاء الله في تميز في حاجات كتير وتعدد من الحمد لله. حتى إن شاء الله التميز بالأكل راح نوكلك من إيدنا تشوفين إن شاء الله التميز. أنت وإخواننا المصورين كلكم والستاف التيم مالش كله إن شاء الله. الله يحفظك ويطول لي عمرك. الله يحفظك. شيء حابين نعرف عن نظرتك المستقبلية بإذن الله. نظرتي المستقبلية، شوفي كل إنسان له طموح وكل إنسان له نظرة في الحياة أو في العمل أو في أي شيء كان. أنا نظرتي بداياتي وبدايات انطلاقاتي أقول إن شاء الله بالنسبة للمطاعم هذه بدايتي في رأس الخيمة. وأنا وأخوي عبد الله الشحي حالياً قاعد ندرس وقاعد نضبط بعض الأمور إن شاء الله تكون براند كبير للطباخ الشيبة في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات. إن شاء الله بداياتنا هذه كانت. الفرع الثاني إن شاء الله راح يكون في العين إن شاء الله، وعن قريب إن شاء الله، بس يعني يبينا وقت ما بين 4 إلى 5 شهور إن شاء الله نكون فاتحين فرعنا الثاني في العين. ونتمنى نفتح في كل إمارة بالإمارات. يعني أنا فاتح في رأس الخيمة، أهل أبوظبي زعلوا علي وأهل دبي زعلوا علي، والله ليش ما فتحت عند، ولكن إحنا نقول رأس الخيمة، أبوظبي، الشارجة، الكويت، كلها ديرة واحدة. نعم. ماكو فرق. واللي بياكل من عندك بيتعنالك وين ما يكون. والله يوم كنت في أبوظبي كانوا يتعنوني والله من الضفرة، من العين، من الشارجة يوني. ليش؟ لابد أن اللي أكل من أكلك يقول لك أنا أضرب مشوار وعي أتلذذ بالأكل الصحيح، بالأكل الصحيح. والحمد لله. فالنظرة إن شاء الله راح يكون فرعنا الثاني في العين إن شاء الله. خلال برنامجنا بتاعنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الله يسلمكم ومشكورين وما قصرتوا على الاستضافة الحلوة والخفيفة. حلوة وخفيفة. الله يحفظ، الله يحفظكم. يا هلا ويا مرحبا. شيبة حابين نقول للسادة المشاهدين ان احنا طبعا هنا في افضل بلد بالامارات. ازاي نعمة الامن والامان قدرت تساعد شيبة ان هو يستثمر هنا؟ بعد شوفي الامن والامان في الامارات ما شاء الله. امن وامان وحرية بحدود، واحنا نحترم كل شيء في الامارات او سواء خارج الامارات. ولكن لما حاولت اني استثمر، نعم يوم قعدت جلست بيني وبين نفسي، نعم الامن موجود لله الحمد، الامان موجود وكل شيء موجود، ليش ما استثمرني؟ بالعكس استثمر، مع اني انا من الكويت. شوفي والكويت والامارات والخليج كلها دير تعتبرها ماكو فرق، عرفتي؟ ولكن كبزنس أنا شفت أن بالإمارات أفضل لي وأحسن. نعم أفضل لي. الله يسلمك. مستر شيبة حابين نقول للسادة المشاهدين بالأخير إزاي قدروا يتواصلوا مع مطعم طباخ الشيبة للمأكولات الكويتية؟ شوفي طباخ الشيبة، أنت لو تدشين في التواصل الاجتماعي أو موقع اكتب بس طباخ الشيبة يطلع لك. ولكن إحنا تقدرين في الجوجل تكتبين طباخ الشيبة يطلع لك المأكولات الكويتية. طبعا يسألوني، ها في نقطة بعد يسألوني، هل لديك فرع ثاني في دولة الإمارات؟ ليس عندي أي فرع، فقط في رأس الخيمة. فيكتبون في الجوجل طباخ الشيبة يطلع لهم، التلفون موجود، كل شيء موجود في التواصل الاجتماعي عن طريق الانستغرام، عن كل المواقع الاجتماعي راح تلقون موجود مطعم طباخ الشيبة. الله يسلمك. شكرا لك.
شبشيبة نورتنا بالبرنامج واستمتعنا نوركم. نوركم نوركم الله يحفظكم طول لي عمرك. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.